السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا والعود أحمد. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم جميعا وجمجموا ولا تخمموا. اليوم في هذه الحلقة غادي نشوفوا الكراغلة والعلاقة ديالهم بنقص التذاكر أو انعدام التذاكر إذا صح التعبير. البارح قلنا الهنود بوحدهم وما بغيتش أنا شخصيا نجبد الكراغلة وما قلت حتى كلمة، ولكن اليوم بالدليل القاطع قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال اليوم، كنعرفوا انها بقات اقل من 24 ساعه على المباراه ما بين الاسود والثيران. العالم يتكلم مغربي، تصوروا معايا حتى المسلسل ديال سامحيني الابطال ديالهم فريده ووليد حتى هما كيعبروا على الحب ديالهم للمنتخب المغربي، واخا وليد وقع ليه مشكل وجاو يقرقبوا عليه، مع ذلك المغرب في الدم. شوفوا معايا المقطع ثم نعود. وليد نهار الثلاث لعبة المغرب، رجعوا يقول لي اش داروا فريدة؟ غير كن هاني غنرجع نقول لك اش داروا وليد. يا ربي تربح المغرب وتخسر السبليون. امين، الله يفك سراحك يا وليد. طيب مع وليد الله يفك سراحه. الحب ديال المغرب بالنسبة للأبطال ديال سامحيني فهو حب متصل، وغادي نشوفوا دابا مباشرة من الدوحة الناس اشنو كيقولوا على ولاد الكراغلة وعلى الاحتكار ديالهم للتذاكر. بغاو يخليوا الملاعب خاوية باش المغاربة ما يدخلوش يتفرجوا، باش زعما الملاعبية ما يسمعوش داك التشجيع. وواليد الركراك يسمع داك سير سير سير. بغيت نسمع شي مره مره غادي كسير، مره مره غادي كسير بغيت نسمعها، كتعجبني ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. وباش ما يسمعوش داك وا اسبانيا والله لا ربع زي ولا شفتيه وا بحال اللي داروا الناس ديال نيويورك بحال هكا. الدور ديال الكراغلة سبق لي قلتها لكم قبل ما نشوفوا المقاطع، سبق لي قلت لكم هذه 15 يوم فستذكرون ما أقول لكم. من اللي تعلنات على أن الجزائر صيفطات 1500 واحد كجمهور باش يتفرج في الكرة، هما اش دخل حمارهم في أسبوع الفرص، واش دخل كرموستهم في الشريط. هنا قلت لكم واحد الكلمة وقلت لكم غتعقلوا عليها، رجعوا لها ثم نعود. هناك جزائريون قدموا إلى قطر من أجل أداء مهمة لهم جمهور ولهم يحزنون. نعم هناك مهمة استخباراتية عسكراتية طابوريستية من أجل باش يحاولوا ما أمكن يبعدوا المغاربة على هذا الانتصار. حنا أصبحنا حنا الوالى إفريقيا وعربيا في كرة القدم، اسم المغرب يشعشع ويلعلع في كل أنحاء العالم في الوقت اللي بني كرغول مهزلة أمام كل العالم، في الوقت اللي بينت لكم في الفيديو ديال البارح 10 كيلومتر باش دير النوبة ماشي تلقى قرعة ديال الغاز، الغاز ما كاش، الناس اللي كيقلبوا على الحطب، وهذه الحقيقة وبينها لكم بالدليل، بيناها شكرا سيد المخرج، بينا العربية أنا كتلف لي باسكو أنا ما نتكلمش بزاف عربية، شوية كتجيني فشيش كولوم ونتكلم هكا، ولكن معليش أنتم ما تفهموني، ما كاش غاز في الجزائر، ما كاش والله ما كاش. والله الا الحطب داكشي اللي كانوا كيحاولوا يعني كيتمناوه لينا هما اللي طايحين فيه. وحده قالت لي في الواتساب واحد الكرغوليه قالت لي حنا بعدا العيب اللي عندنا كنبينوه، علاش بغى يكون عندكم العيب وانتم بلاد الغاز؟ مباشره خصكم تكونوا يا احفاد الاتراك في حال قطر وفحال الامارات مباشره، علاش بغى يكون عيب وانتم ولاد الغاز؟ بحال جزار مثلا وعنده الحريره وباغي يدير فيها غير العظيمه ولا الحيمه وكيقول لك ما كاش اللحم، وانت جزار عندك مجزره ما يمكنش ما يمكنش، خصنا نبينوها. الا واصل الناس العظم بسبب الدعم ديالكم البوليزاريو يا بني كلبون يا ولاد الخبزه،
نعم لا العيب ديالنا حنا بعدا كنبينوه. اش كتبينوه الناس سمعتوا اش قال هذاك السيد الجزائري في الروبورتاج اللي ها قال لك حنا ميتين واقفين. اه جيت البارح مكاه زد جيت في الليل مكاش جيت الصباح من 7:30 وانا هنا راح نموت وانا واقف. ومازال كيخدموا هاد ولاد الحرام ديال المخابراتيين مع العسكر ويجيو ويحاولوا يأديوا ولاد الشرفة أبناء المملكة المغربية الشريفة داخل قطر تابعينا بزاف. نشوف ونشوف باش ما نعطلوش المقدمة الله يخليكم لي نشاهد ثم نعود. والو الجزائريين لابسين التيشيرت ديالنا للمنتخب حمار وبياض بالمنتخب ديالنا جالسين في الباب ديال فيفا البوليس كيتفرجوا الفيفا كتفرج والجزائر كيبيعونا حنا لي تيكا ديال بلادنا. هادشي راه ماشي معقول وما نتقبلوش. هادشي انا حاضره خاي هادشي انا حاضره وحنا راه هذا برنامج دابا انت جاي عندك كجزائري لا انت جاي كجزائري معايا انا لا شريف كاين هادشي نعم كاش ما كاش نعم راه كاينه صديق كاين لا انت راه حنا برنامج ديال العقاوي ديال العقاوي يلا معنا كنشوفوا يلا معنا لا فيفا كاين واش هادشي كاين كاين هادشي قبيله شنا الجزائر لابس التيشيرت ديال المغرب وكيبيعوا في التيكيات شنا انا بيدي وبكيت بكيت ديك النهار علاش كيفاش هاد الحقره هذه حقره هذه حقره كبيره اخواتي انه حنايا بلادنا يبيعونا الجيران لي تيكي ب 1000 2000 دالاورو اللهم هذا منكر. والله الا قلتها لكم واش تعقلوا شحال من فيديو واللايف اللايف المعلوم اللي درته خاص بهذا الموضوع هذا وفاش قلت لكم حيت كاين ربما اللي ما تفرجش كنقول لكم خد تشوف واحد لابس تيشيرت ديال المغرب قول ليه تكشبيله الا ما قال لك تيولي ولا عرفوا كرغولي راه غيتخلطوا بيناتكم وان هناك مهمه جايين من اجلها مخابراتيه استخباراتيه جايين من اجلها بني كرغول. ها قلتها لكم ولا لا؟ عاودوا تفكروا فان الذكرى تنفع المؤمنين. الكبرانات ديال الجزائر ما فوتتش الفرصه باش تخدم على تشويه السمعه ديال البلاد بحيث حاولات بل ماشي غير حاولات نفذات كدس مشجعين جزائريين كيلبسوا التوني ديال المغرب يهزوا الرايه ديال المغرب باش يخسروا هذا العرس الكروي المقام بدوله قطر. في التعليق على هذا الفيديو احدهم زي وورد يقول خوتنا الجزائريين بقطر حشموا الى باقي عندكم الوجع علاش تحشموا راه وصلتوا لنا العظم واش غير ما طفرتوش خاص حتى واحد ما يطفروا هكذا يقول احد المعلقين. اما موروكو از ذا بيست يقول تريك تبون كي تابع يا ربي السلامه مسلطه على المغرب التابعة الحسد والحقد مالي القلوب ديالهم. وقلت لكم لأنهم المشكلة ديالهم من التدي ديال الأمهات ديالهم أنا كنقصد كاع هاد المجموعة وهاد اللي تابعين المغاربة والكذوب من هنا ومن اللي لا في الجزائر ولا حتى في قطر هادو كيكونوا ولاد اللقطة هادو كيكونوا ولاد هادوك اللي على بالكم هادو ما يمكنش وديما كنقولها وكنعاودها والله ما يمكن يكونوا ولاد مواتهم وبواتهم هادو بني كرغول هادوك الخانزين ديال البشر هادوك الحتالة اللي هما بسببهم بلاد الغاز ولات من علامة الساعة الغاز والمجاعة. اذا معلق اخر يقول هادشي مفتعل والناس خاص تكون ذكية هادشي ما خاصوش يوصل للمنتخب راه كيلعب على النفسيه ديالو. خليوكم ايجابيين ومتفائلين ان شاء الله ربي ينصرنا هكذا قالت وئام. اما حنان 4645 تقول هاد المهزله لازم توقف عند حدها او على حدها كيفاش هما ما مشاركين في المونديال ولا حتى حاجه وجايين مستحوذين على التيكيت وكيتاجروا فيها وخصوصا الماتش ديال المغرب علاش بالضبط معنا حنا؟ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وفي نحر اي واحد كيحمل حقد تجاهنا. هكذا تقول حنان بكل حرقه وبكل حراره وبكل وطنيه. ومعلقه اخرى تقول ان ينصركم الله فلا غالب لكم
اللعابه داروا اللي عليهم ترينا والله يسهل الامور. الا كان مكتاب راه الرباح راه ما غيحيدوا اليوم حتى واحد. سيدتي حنا ما كنهضروش على الربح، حنا باذن الله السميع العليم باقي حوالي 20 ساعه على المباراه وغادي نربحوا ان شاء الله. ويا اسبانيا والله لا ما كنهضروش على هذا الشيء هذا سيدتي، حنا كنهضروا على اولاد الكراغله. علاش كنقول لكم على ان هؤلاء هم اخبثوا واوضعوا من وطئ الحصى من كل انس ناطق او جان. اجيو نسمعوا الاخت من سويسرا اشنو كتقول، كلام كيدخل يعني مع الدم ما كيدخل مع العروق. سمعوا الحل ضروري خاصهم يديروا. اوني ديبريمي يا سي العقاوي، حيت الجمهور المغربي كثير بزاف وهو اللي غادي يعمر التيران، ودابا الا ما كاينش هاد التيكيت للمغاربه فين غادي نمشيو حنايا؟ فهمني يا صاحب فين غنمشيو؟ ها هي دابا جايه من سويسرا ما عندهاش الشيكي، شنو في غتعطي راسك؟ هادشي راه مقصود، هادشي راه مقصود، وحنا ما بغيناش ليكيب ديالنا يطيح على المغال. صح ليكيب ديالنا في المغرب حنا معاكم داخل ولا برا، غادي نكونوا هنا وغادي نشجعوكم فين ما كانت. حنا معاكم والصوت ديالنا غادي تسمع من برا ديال التيران ان شاء الله. حنا هنا وغادي نبقاو هنا ان شاء الله. الإخوة الأخوات المغاربة داخل المغرب خارج المغرب، وتبارك الله عليكم. الدولة الأولى في العالم في الروح الوطنية، الدم ديالكم اللي كيغلى صافي. دابا الحمد لله ولا كل شيء عرف هاد الشيء، هاد الزبل ديال خاوة خاوة ولا هاد الكذوب. هذا كيجي شي واحد كيقول لك الفتنة، سير قبح الله وسعيكم يا ولاد الكلاب اللي كيقولوا الفتنة. هذه راه الحقيقة والواقع، الواقع اللي كنعيشوا على جميع الأصعدة والمستويات. يجي واحد شوية هكا 10 20 40 100 عادي عندهم قنوات مثلا كيقول لك حنا خاوة خاوة، قول أخويا مزيان يا ريت يا ريت، ولكن خصني نسمعك تندد بالبوليزاريو وكتكلم على الصحراء الشرقية ديالنا وكتقول الحقيقة على أن النظام العسكري الجبان ذا كاورد صانع البوليزاريو باش يدير لنا عرقلة، وحنا غاديين في التنمية وغاديين في الاستثمارات وغاديين في الإنجازات، وانتم واكلكم قلبكم أو واكلكم شي حاجة أخرى ما عرفتهاش. ولهذا كنقول لكم لنا النجاح ولكم النباح، وإنها لعلامة الساعة الغاز والمجاعة. هل من منافس أيها الخنافس؟ تجيو انتم للتيكيت باش تخويو التيران، باش تخليو زعما التيران خاوي وما عيب وعار ديروا هكا وتسميوا راسكم جيران. ارا نسمعوا الزبير المؤثر المغربي المعروف، الزبير اللي ما كيعرفوش هو هذا اللي غتشوفوا امامكم على الصوره، انا بعدا كيقتلني بالضحك. اللي كيعجبو الزبير يكتبها لينا الله يخليكم. وقع حتى هو في عمليه نصب ولكن جات غير خفيفه، جا عنده واحد يعني بحال سعودي باغي يبيع عليه التيكيت، دخول هكا لهاد لابليكاسيون كذا وكتدخل فلوسك، من بعد داك الفلوس كيمشيون هذاك اللي نصب عليك. ولكن ما نساوش لان ما غنتهموش حنا السعودي، راه كاين اللي غادي يجي عندك يكون كرغولي يكون مصري يكون ما نعرف شنو، ويجي يقول لك حبيبي عساكم طيبين كيف حالكم، شو تعاودوا بمغربيه دي تعاودوا يا شو كيف يا شولونك وغيدوز عليك الدكاكه وغادي تدخل ليه داك الشيء لاباسي. فهادشي اللي وقع للزبير مسكين كيطير حتى كيطير وجهك شي على الدص. سمعوا الزبير ثم نعود. اخوان ما تشقوش في ديك اللعيبه ديال تويتر السواعده عندهم اللي بيو كيبيعهم ليكم، راه واحد اللعيبه حشم نقولها لكم قبيله ولكن هي الفرصه، راه الدوليه 800 درهم الاخوان. كنعاود ناكد لكم ما تخليش وجاب الله ما خلصتش لي بي ديال الدراري كاملين، قلت بلاتي نتيستي باقل بي، قال لي 800 درهم هذيك كاتيجوري الفوق، قلت نتيستي بها بلوكاني ولد الحرام. دابا شنو هو البلان اللي دارو لي؟ كيجي كيهضر معاك يقول لك حبيبي ازيك الحمد لله انت عاوز تذكره؟ ايوا انا عاوز تذكره. كيعطيك لي بري كتشوف داك الشيء مزيان، زيد على شي 50 درهم على العاديه ولا ما عرفتش شحال، المهم مزيان. كيقول لك كيفاش خاص تصيفطها في واحد لابليكاسيون؟ دخلنا لابليكاسيون دخلنا الفلوس صيفطنا لي فلوس، قلت لي كيف مي زعما التذكره بلوكان. يلا اخوان ما تيقوش، انا راه تنصب عليا انا والله الا تقدي لي عيني. وكنتفكر يجيك يا حبيبي انت عاوز تذكره ديري، وكضربني الفيقه وكنسخط. الحمد لله الحمد لله حبيبي عاوز تذكره.
الزبير بسخط مره قال لك تكيدي الناس قال لك كيوقع علي شي واحد في المنام كيقول لي حبيبي حبيبي عاوي التذكره الله يلك يقتلني بدك. تحية الأخ الزبير. الزبير إخوان يعني للإشارة مجموعة من المؤثرين المغاربة مشاو على حساب بعض الشركات اللي لباس عليها كل شيء خالص سنكي طوال. المهم اللي طال عاطم يا حرص ما يواطي واللي بغير بحل عام طويل والدراني عايشين الحياة بخير وعلى خير الله يزيدهم الله يسر ليهم. فهمتيني الدراني ولو كيديروا الإشهر 100 مليون وكذا فهمتيني ما حسدناهم ها المهم الزبير كوميك الزبير واعر. وانا ذكرى دي بي التذاكر مشى كيشوف الانجليز والصيني قال هو يقرب قال لك هو يبان ليه ليبي كيتباعوا الصيني قال موجودين هو يقول لك راه نتقدى شي هو وصحابو ودخلوا يتفرجوا في الصيني قال ودار راسو الصيني قال تشوفوا معايا اللقطات الموزيه الضحك كيفاش دار راسو الصيني قال الصيني قال خسرت من بعد 3-0 ديروا شاي دابا نسيت انا حدا الانجليز حامضين عياني باغي يمشي ليه هو جا حدا الصيني قالي شوش كيدير شو انا لقطت هيا سخنا على الصيني قالي باقي ما دخل فيهم ثابت هنا مازال ما تمارك عليهم باقي فرحاني شو الزبير شوف ولا صيني قال هو انسجم هاوي 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 بيبرا فريك بيبرا فريك بيبرا فريك هاوي هاوي تخشع انا فين تخشع هنا فيش ركبوا عيسى سكنوا شن صيني قال شوف دخل البيت صيني قال أو يدخل البيت الثاني الثاني سلت قال لي قال قبل ما يتقلبوا عليا قال لي قبل ما يتقلبوا عليا الخروج سلت هو يعلق والله إلا تحية الزبير أنا قليل فيك يضحكني شي واحد بالدموع الله يرقني فيك يضحكني شي واحد تبارك الله للزبير وخمشة معاهم واحد ما عنديش معاه فهمتي كنشوفوك بلا ما نذكر سميتو عنده قناة شحال مليون عنده جوج المليون ما عنديش معاه باسل 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 وخي تحية ولاد قادر ولكن هو باسل بزاف المهم ما عندنا من ندخلو نكملو الفيديو ديالنا حنا مشينا دابا مع الضحك انا فيديو اثر فيا بزاف مقطع صغير غادي نشاركو معاكم مثل المدرب وليد الركراكي الله يطول في عمرها بطبيعة الحال مثال ونموذج المرأة يعني المغربية العفيفة الطاهرة نسمعوا شنو كتقول في هذا المقطع هذا اللي ما عندوش امه الله يرحمها ويوسع عليها اللي عنده امه مريضة الله يشافيها واللي عنده امه عموما الله يخليها ليه لينو شاهد تأخر مرة وانا كنبكي انا فرحت ليهم بزاف ماشي غير الوالد فرحت للدراري كاملين والجمهور كله اللي كان معانا فرحت بزاف انا اول مره اللي جيت باش نتفرج فيهم اول مره ملي كان والد كيلعب ولا مدرب ولا اول مره اللي جيت من باريس حتى القطر باش ان شاء الله نساندهم ونكون معاهم هادوك وليداته هو وليداتي حتى انا ربي عاونهم وربي يجيب لهم التيسير الله يحفظك يا نميمة ويبارك فيك والله يخلي لنا وليد وإن شاء الله غدا نفرحهم مجموعين نفرحهم مجموعين كاملين غدا إن شاء الله الشعب المغربي قاطبة ملكا وشعبا إن شاء الله المغاربة أسياد العالم أما متحكم زياش حتى هي يعني سمعوا كتقول هنا أنا اللي شجعت ولدي باش يلعب مع المغرب وفخورة به بزاف مرضي الوالدين وما عمره يخيب يا سلام نسمعوها ثم نعود مبروك على حكيم انت فرحانه به اليوم انا بزاف 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 راني فرحانه وراني هزه راسي براه ولدي مره انت عزيزه عليه بزاف بزاف فخوره بزاف به ماشي غير شويه ملي لعب مع المغرب فرحت بزاف انا اللي سجلته المغاربه تحمقوا على حكيم انا عارفه عارفه كتسمع كلشي وكنقرا كلشي والله الله يحفظك الشريف الله يحفظك
سيماهم في وجوههم سبحان الله العظيم. شوفوا المغربيات وأمثالهن كثير ما شاء الله، منصورين إن شاء الله، منصورين بإذن الله. الفوز ولا شيء إلا الفوز. الصحافة البريطانية تكلمت على من زاد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى باللاعب سفيان أمرابط وتسعى لاستقطابه. فريق ليفربول الإنجليزي مستعد لدفع 35 مليون أورو لضمه في شهر يناير الشهر الجاي. موعد الانتقالات الشتوية عطين خمسة ديجا عطوا 35 مليار ليفربول، ولكن هو يستحق صراحة أكثر 70-80 مليار، خاصة دابا يعني القيمة التسويقية ديال المنتخب المغربي ارتفعت غير هاد الأيام اللي بدا كأس العالم لدابا. ولهذا علاش لا ما يكونوش الملاعبية ديالنا حتى هما كيتباعوا بأثمنة ما شاء الله. واحد الملاعبي كاع فلوسه قال لك كاع فلوسه كيعطيهم الناس المحتاجين مباشرة، كيمشيو للناس المحتاجين ما عمرو دا شي درهم. أنا البارح قريتها عرفتي ولا لا؟ زياش ياك، أنا صراحة زياش كنحييك عرفتي باش تكون هكاك. الريال قال لك ما عمرو دا مع المنتخب، دائما كيمشيو فلوسه للمحتاجين والفقراء، هادو هما الناس اللي كيتوشيوك من داخل. شوف على شباب عندنا ما شاء الله منصورين إن شاء الله، نحن أسياد العالم، ماشي في حال ولد ولد الغاز واش والمجاعة إنها علامة الساعة. ولد الحرم من فعيلهم اللقطاء مصيفطين 1500 واحد باش حنا ما نفرحوش، باش حنا ما يكونش داك التشجيع ديال المنتخب كوم يلفو. وقلتها لكم النهار الاول نعاود نذكركم بها، ما مشاوش كجمهور النهار الاول، مشاو من يعني باوامر من القيادات العليا ديالهم 1500 واحد غير باش يشريو لي تيكيت ويعاودوا فيهم البيع. على حسب ما قريت حوالي مليون أورو اللي شراو ديال الليبي وفرقوهم على هاد الجزائريين، زائد هادوك اللي كيديروا المضاربة في السوق السوداء ديال الهنود حتى هما كاين. ولكن أين الأمن؟ الأمن خصو يكون مشدد، وخصو يكون هنايا الاحتكار بحال هاد الطريقة هادي. وهاد الموس هادو خصو يماهم 20-30 عام ديال الحبس، هادو خصو يماهم، هادو الزبل حسن منهم. كيفاش نتوما زعما كاع واخا يقول لكم يعني هادوك اللي مع الشنقريحه واللي مع اللي مع هاد المسخوط الوالدين ديال المسيلمه الكذاب، واخا يقولوا لكم كان يقولوا لا شاد الجرائم حنا كنديروا ضد جيراننا ضد. انا ديك النهار قلتها لكم فاش شفناهم القنوات الرياضيه كيديروا استجواب مع المغاربه قبل فاش يلا غادي يبدا كاس العالم، عقلتوا على هاد الفيديو ولا لا؟ والجزائريين واقفين وزعما راهما مع المغرب، ولكن الغدر خارج من عينيهم. ها هي بهك هي كي ملي كيكملوا الاستجواب كما جاء في الخبر، ملي كيكملوا الاستجواب كيقول لي خويا عندك البيي خويا. وهنا فين كيدخلوهم، هنا كيبدا النصب والاحتيال، هنا فين كانوا كيدبروا الكليان فهمتيني ولا لا؟ هما عندهم اللي بيي شارينهم رخاص من النهار الاول، عرفتي شنو هي مليار ديال اللي بيي ولاد الحرم من فعيلهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. على كل حال حنا كنتظروا بقى حوالي 20-19 ساعة، حنا بدينا في العد التنازلي، اللقاء ما بين الأسود وما بين التيران الإسبانية. النصر إن شاء الله للأسود، غادي نكونوا كنشجعوا مع بعضنا بكل حرارة. ارتاحوا على قلبكم، قلت لكم البارح الله يخليكم اللي عنده هكا يعني ديك الغوات بزاف دابا ما نبغيو نسمعوا حتى شي واحد وقف ليه القلب ولا شي حاجه، نشجعوا نفرحوا كذا، ولكن الحفاظ على النفس واجب. كان معكم حبيب الجماهير في هذا الفيديو، الاخوه والاخوات تبارك الله عليكم جميعا، كل من ذكرناهم من الاخوه لهم كل التحيه والاحترام والتقدير الا ود اكادير ما عنديش معاه. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى نغدا من وراء الماتش ان شاء الله. نايضه نايضه، الى اللقاء.